السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في صحيح تمرين حول الأعداد العقدية. بالنسبة للتمرين اللي أنصحه اليوم هو التمرين هذا. نعتبر الأعداد العقدية التالية: A يساوي G ضرب 3 ناقص E، B يساوي 1 ناقص E، و C يساوي A على B. السؤال الأول: أكتب A و B و C على الشكل المثلثي. نبدأ بالعدد A. لدينا A يساوي G ضرب 3 ناقص اي. من اول حاجه يعني ملي كنبغي نكتبوا شي عدد عقدي على الشكل المثلثي كنحسبوا اولا المعيار، معيار اي يساوي جذر مربع جذر 3 اس 2 زائد 1 اس 2، ينقص 1 اس 2 هنايا. انا لا بارتي ريال يساوي جذر 3 ولا بارتي ايماجينيريا ناقص 1 يساوي جذر مربع 4 يساوي 2. بعد ما كنحسبوا المعيار كنعملوا به، يعني كنديروا ا يساوي 2 عامل كنعملو بهذا الشيء اللي لقينا في المعيار وكنقسمو عليه في وسط الأقواس. إذن جذر 3 ناقص إي يساوي 2 عامل لي جذر 3 ناقص 2 أو جذر 3 على 2 عفوا ناقص 1 على 2 إي يساوي، يعني جذر 3 على 2 هو كوسينوس ديال بي على 6، 1 على 2 هو سينوس ديال بي على 6، يعني 2 عامل لي كوسينوس بي على 6 ناقص اي سينوس بي على 6. نسيب عندنا ناقص هنا، يمكن هذا الناقص كندخلو على الزاوية كوسينوس ناقص بي على 6 زائد اي سينوس ناقص بي على 6. 2 عامل لي كوسينوس ناقص بي على 6 زائد اي سينوس ناقص بي على 6. يعني هذا هو الشكل المثلثي كنا نكتبوه دائمًا واحد الكتابة مختصرة اللي هي على هكا 2 ناقص بي على 6، المعيار يساوي 2 والعمدة ناقص بي على 6. بالنسبة للعدد العدد بي، بي يساوي 1 ناقص اي، 1 ناقص اي. بالنسبة للعدد ا، العدد بي بنفس الطريقة أنا كنحسبو المعيار، معيار ديال العدد بي يساوي جذر مربع 1 أس 2 زائد ناقص 1 أس 2 يساوي جذر مربع 2. إذا بي يساوي غادي نعملو بجذر مربع 2، جذر مربع 2 عامل لي 1 على جذر مربع 2 ناقص 1 على جذر مربع 2 اي يساوي جذر مربع 2 عامل ل 1 على جذر مربع 2 هو جذر 2 على 2، جذر مربع 2 على 2 ناقص كذلك جذر مربع 2 على 2 اي كوسينوس تيتا هي جذر مربع 2 على 2 وسينوس تيتا يساوي جذر مربع 2 على 2، اذا تيتا هي بي على 4. جذر مربع 2 عامل ل كوسينوس بي على 4 ناقص اي سينوس بي على 4 يساوي جذر مربع 2 عامل لي، هنا كاين ناقص هنا نديرو هنا كوسينوس ناقص بي على 4 زائد اي سينوس ناقص بي على 4 يساوي المعيار جذر مربع 2 والعمدة ناقص بي على 4. هذا هو الشكل المثلثي للعدد بي. أما العدد سي، عندنا العدد سي يساوي أ على بي، سي يساوي أ على بي. أنا غنستعمل الكتابة المثلثية ديال العدد أ وديال العدد بي باش نستنتجو الكتابة المثلثية ديال أ على بي. إذن سي يساوي، غنعوضو أ بالكتابة المثلثية اللي هي 2 ناقص بي على 6، 2 ناقص بي على 6 على الكتابة المثلثية ديال العدد بي اللي هي جذر مربع 2 ناقص بي على 4. إلا عندنا خارج عددين عقديين مكتوبين على الشكل المثلثي، شنو كنديرو هنا المعيار؟ كنقسمو المعيار، المعيار ديال العدد الأول مقسوم على المعيار ديال العدد الثاني.
هنا اثنان على جينا مربع اثنان. وبالنسبة للعمدة، العمدة ديال العدد الأول ناقص العمدة ديال العدد الثاني، يعني ناقص بي على ستة ناقص مع ناقص هي زائد بي على أربعة تساوي جذر مربع اثنان. نحيدو جذر مربع من المقام، غنضربو البسط في المقام جذر مربع اثنان، هي اثنان جذر مربع اثنان على اثنان ناقص بي على ستة زائد بي على أربعة. أنا المقام الموحد هو 12، غنضربو هنا في جوج وهنا في ثلاثة، يعني ناقص جوج ناقص اثنان بي زائد ثلاثة بي هي بي على 12 يساوي خزونا باثنان، يبقى جذر مربع اثنان بي على 12. إذا المعيار ديال العدد سي هو جذر مربع اثنان، العمدة بي على 12. إذن هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، باستعمال الكتابة المثلثية للعدد بي، بين أن بي أس 12 عدد حقيقي سالم. السؤال الثاني، غنستعملو الكتابة المثلثية لعدد بي، شحال كيساوي بي؟ بي يساوي المعيار يساوي جذر مربع اثنان، والعمدة ناقص بي على أربعة. إذا لدينا بي يساوي المعيار جذر اثنان، والعمدة ناقص بي على أربعة. إذا بي أس 12 يساوي جذر مربع اثنان ناقص بي على أربعة أس 12. هذه قاعدة، إلا عندنا عدد عقد مكتوب على الشكل المثلثي أس واحد عدد إن، كندير هنا الأس المعيار، يعني جذر مربع اثنان أس 12، والعمدة كنضربها في العدد 12، هي ناقص 12 بي على أربعة يساوي جذر مربع اثنان أس 12، هي غنفرقو هاد 12 وغنديرو لها قوة وقوة، جذر اثنان أس جوج الكل أس ستة. جذر اثنان أس جوج هي اثنان أس ستة، اثنان أس ستة حسبوها، وهنا ناقص 12 بي على أربعة هي ناقص ثلاثة بي يساوي اثنان أس ستة هي 64، 64 وناقص ثلاثة بي. أشنو هو القياس الرئيسي لناقص ثلاثة بي؟ هو العدد بي. أنا ناقص ثلاثة بي، إلا بغينا نشوفو نعرفو الموضع ديال ناقص ثلاثة بي في الدائرة المثلثية، كاين هنا صفر بي، اثنان بي، ثلاثة بي كاين هنا، وكاين كذلك ناقص ثلاثة بي، هنا كاين ناقص ثلاثة بي. القياس الرئيسي ديالها هو بي. إذن العدد اللي مكتوب على الشكل المثلثي بحال هكا 64، يعني بي 64 هو المعيار، والعمدة هي بي، يساوي 64 عامل لكوسينوس بي زائد اي سينوس بي يساوي 64 عامل كوسينوس بي يساوي ناقص واحد، ناقص واحد زائد سينوس بي يساوي صفر، يعني زائد صفر اي يساوي ناقص واحد زائد صفر اي يساوي ناقص واحد، نضرب 64 يساوي ناقص 64، وناقص 64 عدد حقيقي سالم. هذا هو الجواب ديال السؤال. السؤال هو بين ان بي اس 12 عدد حقيقي سالم، حنا بيناها بي اس 12 يساوي ناقص 64 اللي هو عدد حقيقي سالم. نجاوب الان على السؤال الثالث. بالنسبه للسؤال الثالث، اكتب العدد سي على الشكل الجبري ثم استنتج قيمة كل من كوسينوس بي على 12 وسينوس بي على 12. نكتب أولا عدد سي على الشكل الجبري، سي يساوي أ على بي يساوي أ يساوي جذر 3 ناقص إي، جذر مربع 3 ناقص إي، وبي يساوي 1 ناقص إي يساوي. هنا باش نكتب العدد على الشكل الجبري نضربه في المرافق باش نتخلصوا من إيمن المقام، يعني المرافق ديال المقام هو 1 زائد إي، من واحد ناقص اي عامل لواحد زائد اي. نبسط كذلك جذر ثلاثة ناقص اي عامل لواحد زائد اي يساوي. المقام عبارة عن متطابقة هامة، يعني واحد أس اثنان ناقص
اي اس 2 يعني 1 اس 2 يساوي 1 ناقص اي اس 2 يعني زائد 1 هنا اي مربع يساوي ناقص 1 هنا غنشرب جذر 3 في 1 جذر 3 جذر مربع 3 زائد جذر مربع 3 اي ناقص 1 مضروب في يعني ناقص اي ناقص اي اس 2 يعني زائد 1 يساوي هنا 2 جذر مربع 3 زائد 1 جذر مربع 3 زائد 1 على 2 زائد وغنعملو هنا بإي إي عامل لجذر 3 ناقص 1 جذر مربع 3 ناقص 1 على 2 هذا هو الشكل الجبري للعدد سي يعني لابارتي غيال هي جذر 3 زائد 1 على 2 لابارتي إيماجينيغ جذر 3 ناقص 1 على 2 هنا كيفاش غادي نستنتجو قيمة كوسينوس بي على 12 و سينوس بي على 12 هنا فين لقينا الزاوية بي على 12 و يعني سينوس بي على 12 و كوسينوس بي على 12 في الشكل المثلثي ديال العدد سي إذا لاحظوا معايا مزيان هنا أن الشكل المثلثي ديال العدد سي المعيار ديالو هو جذر مربع 2 والعمدة بي على 12 إذا غنستعملو الكتابة الجبرية والكتابة المثلثية للعدد سي باش نستنتجو القيم ديال كوسينوس بي على 12 و سينوس بي على 12 استنتاج كوسينوس بي على 12 و سينوس بي على 12 لدينا بالنسبة للكتابة الجبرية للعدد سي يساوي جذر 3 زائد 1 على 2 زائد اي عامل لجذر 3 ناقص 1 على 2 هذه هي الكتابة الجبرية للنتيجة رقم 1 بالنسبة للكتابة المثلثية ولدينا أيضا العدد سي يساوي جذر مربع 2 بي على 12 هذه الكتابة هذا نكتبوها بطريقة أخرى اللي هي جذر مربع 2 عامل لكوسينوس بي على 12 زائد اي سينوس بي على 12 يساوي غنشرو جذر مربع 2 سي يساوي جذر مربع 2 كوسينوس بي على 12 زائد اي جذر مربع 2 سينوس بي على 12 نسميو هذه الكتابة رقم 2 إذا لاحظوا معنا هنا نفس العدد مكتوب بطريقتين مختلفتين من هذه الكتابة الجبرية كتابة مثلثية إذا لاحظوا هنا من 1 و 2 هذا شنو كنستنتجو غنستنتجو أن يعني لابارتي غيال يساوي لابارتي غيال ولابارتي إيماجينيغ يساوي لابارتي إيماجينيغ يعني أن جذر مربع 2 كوسينوس بي على 12 يساوي جذر 3 زائد 1 على 2 ومنو غادي نستنتجو كوسينوس بي على 12 كذلك هنا جذر مربع 2 سينوس بي على 12 يساوي جذر 3 ناقص 1 على 2 ومنو غادي نستنتجو سينوس بي على 12 من الكتابة 1 و 2 من 1 و 2 نستنتجو أن هنا جذر مربع 2 كوسينوس بي على 12 يساوي جذر مربع 3 زائد 1 على 2 و جذر مربع 2 سينوس بي على 12 يساوي جذر مربع 3 ناقص 1 على 2 أي أن كوسينوس بي على 12 كوسينوس بي على 12 يساوي هنا غنقسمو على جذر مربع 2 جذر مربع 3 زائد 1 على 2 جذر مربع 2 والسينوس بي على 12 يساوي جذر مربع 3 ناقص 1 على 2 جذر مربع 2 إذن
غادي نحيدو جذر مربع من المقام، نضربو البسط والمقام في جذر مربع اثنان، غيولي عندنا جذر مربع اثنان نضرب في جذر مربع اثنان اللي هو اثنان، نضرب في اثنان أربعة، إذن كوسينيس بي على اثناش يساوي هنا أربعة في المقام، والبسط غادي نضربو في جذر مربع اثنان، يعني جذر مربع ستة زائد جذر مربع اثنين. كذلك هنا سينوس بي على اثناش يساوي أربعة في المقام، وهنا غادي نضربو البسط في جذر مربع اثنان، جذر مربع ستة ناقص جذر مربع اثنان. هادو هما القيم ديال كوسينوس بي على اثناش و سينوس بي على اثناش.